السلام عليكم، معاكم اسماء ابراهيم. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. النهارده هنعمل طريقه الزبده من تحويشه القشطه اللي عندك بابسط الطرق واسهل المكونات. لو اول مره تشوفوني انا اسماء ابراهيم، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك اي جديد. وطبعا يلا بينا على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه هجيب القشطه اللي انا محوشاها من عدد كليات اللبن بتاعتي، زي ما انتوا شايفين هفضيها كلها في طبق. الكميه دي حوالي 15 كيلو لبن. طبعا الكميه دي ترجع لك، ممكن تحوشي اكتر او ممكن تستكفي مثلا بعلبه واحده، ولو حابه تبداي تجربي في حاجه صغيره. زي ما انتوا شايفين هبدا اقلبها بالسباتيولا شويه. لازم تكوني، انا هنا كنت فرزناها في الفريزر، يعني بحوشها في الفريزر، لازم تخرجيها تفك شويه قبل ما تستخدميها او قبل ما تبداي تعملي الزبده. هبدأ اضربها بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. للأسف عشان الجو حر فالقشطة سيلت معايا شوية، فاضطريت اشيلها في الفريزر تاني وابدأ اشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين مسيلة شوية، شلتها في الفريزر وهرجع اشتغل فيها تاني، يعني لما تاخد درجة برودة شوية. ده هيكون شكلها زي ما انتوا شايفين كده، يعني كده تعرف ان هي ابتدت تتعمل معاكي. هتلاقيها بتنزل مية، كل ما هتنزل مية بتاعتها تعرف ان انتي كده ماشية في الطريق الصح. زي ما انتوا شايفين تفضلي طبعا تقلبي بالمضرب الكهربائي في اتجاه لحد ما تنزل كل المية بتاعتها. ما انتوا شايفين كده، وبعد كده ده هيكون شكلها من ضرب متواصل حوالي مثلا 15 دقيقة. ابدأ تاني اخد ديها ضربتين كده، وبعد كده بقى ابدأ اكورها بايدي. زي ما انتوا شايفين هي خلاص دلوقتي تقريبا جاهزة، اكورها واعصرها بايدي كويس، انزل كل المياه اللي فيها. طريقة سهلة جدا وبسيطة، تبدأي تعملي الكمية كلها شكل واحد، وما تنسيش اضغطي عليها كويس عشان تنزل كل المية اللي فيها. هو هي مش مية، هي شرش اللبن بتاعها. طبعا الزبدة دي تقدر تستخدميها في حلويات، في الطبيخ بتاعك، تقدر تستخدميها في اي حاجة، هي يعني متاحة لأي حاجة تقدر تستخدميها فيها. هنا بخلص كل الكمية بكورها كلها، وطبعا ليكي الحرية في الشكل اللي انت حباه. وبعد ما اكورها هشيلها في الفريزر او في التلاجة تسقع شوية عشان اعرف استخدمها وكده. وده هيكون شكلها، يعني ال 15 كيلو لبن عملوا معايا حوالي 12 كورة. هنا هستخدمها في قلي البيض، خدت قطعة زي ما انتوا شايفين وعملتها في بيضتين وكده. وهي دي وصفة النهاردة. لو عجبتكم الوصفة جربوها وبألف هنا وشفا، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك للقناة وتفعيل الجرس.